ولا لا؟ ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اهلا وسهلا في هذا اللقاء المبارك. اسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات ميزان حسناتنا اجمعين. موضوع اليوم موضوع اليوم هو موضوع نهايه في غايه الاهميه، خاصه لما في فرنسا، في اوروبا بشكل عام، العالم الغربي، العطاء الاسلامي للحضاره الانسانيه. كيف اسهم الاسلام في تغيير مسار العالم حقيقه في اكثر من مجال. ولكي نتكلم بشكل واضح اقرب اكثر، احط فوق لكي نتكلم بشكل يعني واضح ومفصل عن عطاء المسلمين للحضاره الانسانيه تحتاج عده سنوات حقيقه. هنا مستحيل بحاله من الاحوال ان نتكلم في محاضره واحده او عده محاضرات عن هذا الانجاز الهائج الذي قام به المسلمون على مدار السنوات الطويله. لكن لعل احد السائلين يسال من بدايه لماذا الحديث عن التاريخ؟ يعني احنا لا نبكي على مبدا المسكوك، لا نتحدث عن مجالنا لنظل في وضعنا الذي نحن فيه الان، لكن نتحدث عن تاريخ الاهداف واضح وللغايه الساميه. اولا نحن في التاريخ نعرف السنن. يعني السنن؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل في الارض سننا لا تتبدل ولا تتغير، بها يغير حال امه من حال الى حال. تنتقل الامه من قوه الى ضعف، من ضعف الى قوه، باسباب معروفه ومتكرره جدا في التاريخ. لذلك يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: فلن تجد لسنه الله تبديلا، ولن تجد لسنه الله تحويلا. فعدم قراءه التاريخ يخليك ما تعرفش هذه السنه، فتقع في الاخطاء التي وقع فيها السابقون، ولا تضع اي يدك على مواطن القوه واسباب النص واسباب التمكين التي اتضحت للسابقين على مدار عصور كثيره. الشيء الثاني ان انا اقدر اعرف المستقبل. كلنا يبحث عن المستقبل. اي مستقبل نحن مقبلون عليه؟ بقراءه التاريخ نستطيع ان نستنبط كيف حال مستقبل هذه الامه الكريمه الاسلام. فكنا ناخذ اسباب القوه ومستقبلنا سعيد ان شاء الله. وان كنا لا ناخذ اسباب القوه التي رايناها في التاريخ هذا يعني اننا متجهون الى كارثه وعلينا ان نعدل المسار. الامر الثالث مهم جدا هو فهم الدين، لان الدين الحقيقه الاسلامي في القران والسنه فيه قواعد كثيره جدا في غايه الروعه، لكن قد تلتبس على كثير من الناس، تحتاج الى رؤيه تطبيق لهذه القواعد. واذا قرات التاريخ، اصلا تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم، تاريخ الصحابه الكرام رضي الله عنهم، تاريخ المجاهدين والعلماء والابرار والصالحين من ابناء هذه الامه، استطيع ان افهم الدين المختلف، قواعد الدين اشوفها بشكل عملي محرك، فاقدر استطيع بعد كده ان انا افهمها وبالتالي اطبقها. حاجه الرابعه واقعيه التطبيق. يعني ايه واقعيه التطبيق؟ ان اقصد في بعض القواعد قد تبدو نظريه كتاب الله عز وجل قد لا تفهم عند عامة الناس، لكن عندما تقرأ التاريخ تجد أن هذه القاعدة واقعية، يعني يمكن أن تطبق. أديك مثال سريع هو ليس موضوع المحاضرة اليوم، لكن هيبقى من الصورة المقصودة. يقول ربنا عز وجل في الكتاب الكريم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. شوف كلمة كم هذه تعني الكثرة. كم من فئة قليلة كثير. يتكرر في التاريخ ان الفئه القليله تنتصر على الفئه الكثيره باذن الله والله مع الصابرين. لما اقول لك هذه القاعده كده قبل ده دون تطبيق، انت ممكن تشك فيها. يعني محتاج قوه ايمان كبيره جدا عشان تعرف ان القليل ينتصر على الكثير. الطبيعي ان الكثير ينتصر على القليل، لو حصل ان القليل ينتصر على الكثير بحالات استثنائيه، مره مرتين خمسه، والاصل ان الكثير يكسب. زي ما بيقولوا كده في المثل، معرفش حضرتك المثل ده في بلاد اخرى ولا عندنا، بس في مصر الكتره تغلب ايه؟ الشجاعه.
كثره تغلب الشجاعه. لا، نرى التاريخ ليش كذا؟ ليش الكثره تغلب الشجاعه؟ لا، قله تغلب الكثره. شيء غريب جدا، انت مش مصدقني. تعال لك التاريخ، هذا شوف بدر كنا 313 314 المشركين كانوا 1000. هذا نشوف الاحزاب، احنا كنا جوه المدينه 1400 مشركين وحوالينا المدينه 10000. تصرف، تعال شوف اليمن كنا 12000 قدامنا 40000 اقل تقدير، حضرتك 100000. تصرف، شوف فتح فارس سيدنا خالد بن الوليد معاه 18000 انتصر في 15 موقعة متتالية، أقل موقعة قابل 60000 واحد ب 18000 يكسب كل مرة. 15 موقعة بلا هزيمة ورا بعضهم في فتح فارس. خش على القادسية تلاقي المسلمين 32000 والفرس 240000، اليرموك المسلمين 39000 والرومان 200000، فتح الأندلس 12000 والأهل الأندلس قطريين 100000، جايولان 18000، 100000، دستور 30000، 150000، ملاسكر في القرن الخامس الهجري يعني بعيد قوي عن زمن الصحابه كنا 20000، الدوله البيزنطيه 200000 على طول، في الطين 18000 وقدامنا 63000. هي جابوا كان جيشنا الجيش الاسلامي قليل الغايه، الجيش التتري جيوش الارض كلها جيش تتري، لان الصيف اللي حواليها كلها جايين يعني أعداد لا تحصى. الغلب هذا أمر متكرر، هذه سنة مفرطة. لما أقول لك التاريخ بقى وأحكي لك قصة هذه المعارك المتتالية، أنت كده أنت حاجة تفتح جامعة سيدي. طيب، فهذه أرقام كثيرة، كلها يعني شيئا واحدا أن العدد القليل ينتصر على العدد الكبير. إذا أنا لما أقول لك جامعة التاريخ وأقرأ الآية الكريمة كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أنا أقدر أفهم الآية في التاريخ وتترسخ في قلبي وفي عقلي وفي وجداني، ما أحتاج إلى قوة إقناع كبيرة من المفسر للآية. كانت كلنا نؤمن بالقرآن الكريم بكل آيات، لكن هذه واقعية في التطبيق هي اللي دفعت العلماء إلى التركيز على أهمية التاريخ ودراسة التاريخ. بل إن القرآن الكريم نفسه يقول رب العز وجل فيه فاقصص القصص لعلهم يتفكروا. هذا امر الهي ان نقص القصه. ونحن مأمورون ان ندرس التاريخ الاسلامي او التاريخ بشكل عام، حتى التاريخ غير الاسلامي نستطيع ان نستفيد منه، لان قصه فيها عبره، فيها اهداف، فيها نتائج. اخر حاجه التاريخ المجيد عزه لصاحبه. يعني لما انت تعرف التاريخ ما شاء الله فيه انواع كثيره جدا من المجد، كلنا بيحب يفتخر بابوه، يفتخر بجده، يفتخر بسلفه، يفتخر بقبيلته بعيلته. طب احنا كمسلمين اجدادنا المسلمين عملوا كذا وكذا وكذا. كل العالم كده، كل البشر كده، دي فطره في البشر. هتلاقي هنا في فرنسا عاملين متاحف كثيره جدا تتحدث عن تاريخ فرنسا وعن رموز فرنسا الكبرى في التاريخ، سواء كانت رموز في الحكم او رموز في السياسه أو العلم، في الدين، في اي مجال من المجالات، هكذا كل الامم. فالامه الاسلاميه عندما شوه تاريخها عمدا على مدار سنوات طويله، خرج التاريخ في يدها نسخا مشوها لا قيمه له. فساعتها استحى كثير من المسلمين تاريخيا، ما يعرفوش ان تاريخنا تاريخ مهم جدا، نستطيع ان نرفع رؤوسنا عاليه في العالم اجمع ونقول بفخر نحن من المسلمين. لان احنا ما شاء الله السماء حسابات لا تنكر، لا انكرها اهل الحق من المسلمين الذين كتبوا التاريخ، ولا انكرها اهل الانصاف من الغربيين الذين درسوا التاريخ الاسلامي، مع اننا نتعرض في هذا المحاضره لبعض اسماء المنصفين من الغربيين ومنهم من الفرنسيين كثير. تحب تترجم هذا؟ تفضل. مين الشيعة؟ Donc le sujet c'est l'apport de la civilisation islamique à la civilisation européenne ou à l'Occident de manière générale. Et c'est très important spécifiquement pour nous cette
cette minorité musulmane qui est présente en Europe, d'être conscience de cela. Car si on devait en parler vraiment en détail, il faudrait plusieurs années et même plusieurs cycles de conférences. Néanmoins, notre intervenant va essayer dans cette courte conférence, mission quasi impossible, mais uniquement pour nous donner une certaine sensibilité par rapport à ça. Alors pourquoi parler de l'histoire? Ce n'est pas pour se lamenter sur le passé, sur un passé qui est certes glorieux, et pour rester sur place. Plusieurs points. Pourquoi connaître l'histoire? Premièrement, pour connaître les règles fondamentales et les cycles de l'histoire qui se répètent. C'est ce qu'on appelle Sunnah. Sunnah, Allah dit dans le Coran que tu ne trouveras pas de coutume dans le tu ne trouveras pas de changement dans la coutume d'Allah. C'est autrement dit dans les règles qui régissent les civilisations et les changements de civilisation. Il y a vraiment tout ça est régi par des règles et une logique. Donc premièrement, connaître les règles fondamentales et les cycles de l'histoire. Deuxièmement, avoir une vision sur le futur, se projeter sur le futur. Quand on fait partie de cette communauté, c'est à partir de son passé qu'on peut envisager un futur. Troisièmement, comprendre sa religion, en appliquer les préceptes et en appliquer les leçons de l'histoire, notamment à travers la biographie des grands hommes de l'islam, entre autres, à commencer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, les grands califes et les grands hommes qu'a connu toute notre religion et toute la civilisation qui les a suivis. C'est-à-dire que leur histoire en elle-même témoigne d'une mise en application et de cette coutume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième point, savoir que ces règles ne sont pas une simple théorie, mais qu'elles ont réellement une application. Et que les règles qu'Allah nous énonce dans le Coran concernant les différents peuples, les différentes civilisations qui ont disparu, et la manière la manière que les civilisations se développent, atteignent l'apogée puis le déclin, et certaines règles nous paraissent théoriques, voire inapplicables. Un exemple très simple qui a été cité, c'est le fait qu'Allah a dit combien de groupes minoritaires, enfin lors d'une bataille, combien de groupes minoritaires ont pu battre une armée importante. Ça nous paraît illogique, parce que la logique, pour que ce soit ceux qui soient les plus nombreux, qui dominent les plus faibles, et, ou du moins les moins nombreux en nombre. Alors que quand on regarde l'histoire de l'islam, la première bataille de l'islam, c'était la bataille de Badr, il y avait vraiment une différence de tribus. Il y a beaucoup de batailles qui ont été citées, que ce soit l'Ahzab, que ce soit l'Andalus, la conquête de la Perse, où on avait parfois un rapport de 10 entre une armée des musulmans qui était minoritaire, un rapport 10, et bien malgré ça, ça n'empêchait pas la réalisation de cette règle énoncée dans le Coran. L'histoire témoigne de la vérité coranique et ceci conduit, c'est pour ça que je veux dire que les savants ont mis l'accent sur la nécessité et l'importance de connaître son histoire, car c'est à travers son histoire qu'on connaît également sa religion. Un autre point, l'histoire de l'ONU, l'histoire glorieuse, quand on a une histoire glorieuse, c'est une source de fierté pour celui qui s'identifie à cette histoire. Et cette fierté va faire que cette personne ne va pas se sentir en situation d'infériorité ou d'avoir un complexe d'infériorité. Au contraire, cette fierté va la faire aller de l'avant. Et malheureusement, l'histoire musulmane était souvent dénigrée ou mal présentée aux musulmans qui sont même ignorants de leur histoire, qui fait qu'ils n'ont pas cette fierté qui les pousse à aller de l'avant et à se sentir fiers d'être musulmans. Au contraire, ils se sentent rabaissés et vivent avec ce complexe. إذا عرف أهمية دراسة التاريخ بشكل عام والإسلام بشكل خاص، مع ذلك إخواني الانطباع السائد عن التاريخ الإسلامي، لا تحرك الشرايين، الانطباع السائد عن التاريخ الإسلامي هو انطباع سياسي وعسكري، يعني تماما معظم معلوماتنا عن التاريخ الاسلامي اما في خلال السياسه او في خلال العسكر. وفي الى حد كبير تزوير ضخم جدا هائل في المجال السياسي في المجال العسكري. فضلا على ان اساسا المجال السياسي فيه مشاكل كثيره. في انقلابات، في مؤامرات، في صراعات على الحكم، في كذا كذا من الالحاف الشديد عندما نتحدث عن تاريخ امه
تذكر فقط بعض المواقف السياسية السيئة في تاريخ هذه المملكة على الحي الآخر عن تاريخ الأمة الإسلامية. النهارده إن شاء الله نتعرف على بعض المواقف في تاريخ الأمة الإسلامية ونشوف يا ترى كم في المية من هذه المعلومات اللي هنتكلم عنها النهارده كانت معروفة لي، مع إن كتير مننا درس التاريخ الإسلامي في مدارس إسلامية، في مدارس مسلمية في بلاد المسلمين يعني عدة سنوات، خدت في ابتدائي، خدت في إعدادي، خدت في ثانوي. بعضنا دخل الجامعة في أقسام خاصة بالتاريخ، ترى انطباعاتنا إيه؟ انطباعاتنا معظمها مشاكل سياسية على التاريخ الإسلامي وبعض المعارك العسكرية. حتى الانتصارات أو حتى اللحظات المجيدة في تاريخنا ما نعرفش لحظات مجيدة غير لحظات الانتصار في معارك عسكرية. العلم هذا يلفت انظارنا لان القضيه قضيه مهمه جدا،
سبع مرات تقريبا في الصوره الواحده، طبعا في صور كبيره صور صغيره لكن متوسط لو انا قسمتها على 14 صوره في القران الكريم يطلع لي تقريبا سبع مرات تتكرر في الايه في الصوره الواحده، دلاله على عظم هذه الحمايات المسلمين. من هذا المنطلق طلعت المكتبات العامه في الحضاره الاسلاميه. يعني ايه مكتبه عامه؟ مكتبه عامه بابليك لايبرري كده، المكتبه اللي مفتوحه للناس كلها، هذا اختراع اسلامي. في دلوقتي عادي كل مدن العالم كل مدينه فيها مكتبه عامه مفتوحه للناس، هذا اختراع اسلامي لم يفقهه الغرب الا بعد حوالي 700 او 600 سنه من انشاء المكتبات العامه في البلاد الاسلاميه. ليه احنا عملنا مكتبات عامه؟ لان قضيه العلم اصبحت قضيه عامه، كل الناس لازم تتعلم. اذا اطلق الاخوات العامه المسلمين طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة. شوف الكلام، من سلك طريقا يلتهم فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. ظهرت عندنا مكتبات العالم ذهل لوجود مثل هذه المكتبات في بلاد المسلمين. مكتبة بغداد. مكتبة بغداد احنا ما نعرفش عدد الكتب اللي فيها، للأسف الشديد فنيت التي بها بكاملها، ونشوف ازاي فنيت. مكتبة بغداد كانت فيها عدة ملايين من الكتب في زمن ليس فيه طباعة، مفيش طباعة، كله بكتابة بخط اليد. شوف هديك مثال يوضح لك مكتبة دي، مكتبة رسم تخيلي مكتبة بغداد تقريبا. لكن احنا مش عارفين جواها قد ايه، كم كتاب. بص الصورة اللي جاية تفسر لك كم كتاب كان موجود فيها. نكست. كمان كده ايوه. ايه الصورة دي؟ حد هنا من العراق؟ دجلة، نهر دجلة في العراق. عندما جاء التتار وحاولوا أن يعبروا من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي، ما كانش في كوبري ساعتها زي ده دلوقتي. فشلوا في العبور، عملوا إيه؟ ذهبوا لمكتبة بغداد اللي كانت موجودة على نهر دجلة، أخذوا الكتب من مكتبة بغداد، رموها في النهر، عملوا كوبري من الكتب. وعبروا الناحية التانية. كوبري للجيش. طبعًا وقتها الهمجية هذه كتب ميراث هائل من العلوم. المكتبة بغداد ما كانتش متخصصة في العلوم الشرعية. طب، هندسة، فلك، كيمياء، جغرافيا، علوم شرعية بكل أنواعها، أدب، فنون، شعر. ملايين المخطوطات خدوها كلها رموها في النهر. بس تخيل عدد الكتب يعمل كوبري لجيش. مش كوبري واحد. تحول نهر دجلة، نهر دجلة عدة أيام بعد ذلك إلى اللون الأسود. من ميدان الكتب كم اللي مكتوب فيه كتب؟ شيء مذهل. دي كانت مكتبه بغداد المكتبه رقم واحد في العالم. المكتبه الثانيه في العالم كانت مكتبه دار العلم في القاهره. مكتبه دار العلم في القاهره ديت كان فيها 40 قسم. كل قسم مختص بفرع من فروع العلم. قسم طب، قسم هندسه، قسم كيمياء، قسم فلك. 40 قسم. القسم الواحد اقل الاقسام في هذه ال 40 قسم في 28000 كتاب. يعني بنتكلم على 3 ارباع مليون كتاب على الاقل في مكتبه دار العلم في القاهره، وليست المكتبه الوحيده في القاهره، دي احد المكتبات في القاهره. القرن الرابع الهجري. تخيل انت كم الكتب في دار واحده، مكتبه واحده. وارجع اكرر واقول في زمن ليس فيه طباعه. يعني كل كتاب يتكتب من اوله لاخره نسخه باليد. مش قد ايه الصعوبه، لكن هذا اسهام رهيب في المجال العلمي للعالم كله. المكتبه الثالثه في العالم كانت مكتبه قرطبه. كان فيها نص مليون كتاب. نص مليون كتاب كان احد مكتبات قرطبه واحد مكتبات الاندلس، الاندلس كلها كانت مكتبات ما شاء الله. قرطبه كان فيها قبيطره، كان فيها اشبيليه، كان فيها غرناطه، كان فيها وغيرها من المدن. مكتبات طرابلس. طرابلس الشرق اللي هي في لبنان، عندما دخل الصليبيون مكتبة طرابلس أو مدينة طرابلس، كان همهم الأكبر حرق الكتب في مدينة طرابلس. حرقوا حوالي 3 مليون كتاب في ميادين طرابلس. تخيل هذا الرقم؟ 3 مليون كتاب، قد إيه الجهد والإنفاق والعلم اللي اتحرق في لحظة. لما دخلوا بلاد المسلمين في مدينة طرابلس 3 مليون في مدينة واحدة لما سقطت سنة 503 تحت أقدام الصليبيين.
هذه المكتبات العامة، المكتبات العامة هي الأساس في اختراع الإسلام.